بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا أردت جمع مال ولكنك لا تستطيع أن تجمع لحاجة ضرورية، أو لديك ولد تريد أن تصلحه وتصلح شأنه ولكنك لا تستطيع، أو لديك من تخاف منه لسلطته عليك، أو إنك لا لديك أهل وهؤلاء الأهل ربما يقومون بأذيتك، ماذا تفعل؟ قال الأمير علي عليه السلام: كل من استصعب عليه شيء من مال أو أهل أو ولد أو فرعون من الفراعنة فليبتهل بهذا الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه مما يخاف. الدعاء هو: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، نبي الرحمة، وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين، اللهم فذلل لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها، فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر. جرب ولا تشك. قول علي عليه السلام قول رسول الله، وقول رسول الله قول الله عز وجل. إذا استصعب عليك شيء من جمع مال أو لا أذية ولد أو فرعون من الفراعنة في عملك، ادعو بهذا الدعاء، الله يصلح حالك كله. صباحات ولا أي أمين محمد، إذاعة الروضة الحسينية المقدسة.